الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. تمام وزير هذا إيو مسؤولين تكلم إيو بهذا والباهين تا مانتا أو بشو أي أفرهي وحاكا كل عين شركي سوصع عليهم كمدعا سألوكتي وهو صوب الله وشان لباتنك بشي مرة كدبنا وحاية كود بشان مارسو عيال الولي كيسة دحادنا وهو هكيمان تنعي هو بشو أفر هيد شركة سوحة كدن بين باقي بري منصر بوصو ساري النمدات اي بوصو ساري اي بوصاب سنعين وده هذا اللي قرب قولا واوين ايا لنسو هوي وده هذا راس لابدو وريد وغرق وحيا بعد لنسو هوي وحا كم بيان ان وقت عدد على سفارة ومنكي فبر وريد لغير الشديد بدي الله ساري مظاهرات كي يعني مين سلقه والهضلي سألوك دين دولد دو وحي قطي ان مظاهرات حلي غير وصنكوها بونين الرماها لحد العاثمات كأي أمن يدوغيت حيا شيء مرشحين تو وحي قوات كيستان ان لقبت مظاهرات دولد دو إذا تحدين يسا وذا هذا الله يسفهم كسياسة دا كنسو مرجي دو حكستا أعلاد يتنشن أبوري وحي أقلاتي المظاهرات في الغرب كدبنا وحا لوغو بي حقيا لغو قوانا هي قابكي وذا هذا اللي قال هذا المظاهرات وحا أيدهين وحا أنه دولد وحي سوجي نسبه وفر أبدا وأمن بيت وصول كرو وعاف ما دعا الله إلى ذلك كرو لكن وحي قوات كيستان إن أي سن ديار وحين إن يكون خطان المظاهرات ميلا أنا حين ماشي ديار هذا بدركة حتى نمرك لدولد وإن كاسوي فريسن وحلو راع بدركة إلو بطو وحلو سارة قد فرسامو وكشك يا رمهاس وما أنخان يفضل يا شيء لكن فرسامو دي دي أدمي دي والو جريا ويلا مصور مستري قابك أي كده أدوانتان ووح فرسامو كجرى بأس أمني رسل الله سوبي عاف ما دهان قابك وحيبا مرك لقسو قدير عاوة شركة لو فريق وهو قصاب سنة عطسي أي سوق بيين مرشحين تو قصاب سنة إن لغو دارو مدشا دولة قبالي دولة إيه دولة دحي كده حيسا إن فرق عسكرة قلان وحيامي لغو شيء تربية طبق ديسمبر يلح طبقي هاد يارو ميدابو إن أي روان فرقيداس إن كده قلان مدشا لغو بيينيو أرين قاسي في تدري عدوك تين ساعة بعد أيو قاتي أرين أي دولة دو أما حكومة مسؤولة تهنا معها وأرين ويا لما من قبل هذا أي دولة ده حد أو حدي لفوري يا حدي أنا فوري يا حدي ده لو بيرن يا حدي كله وأن كذا أيسا دولة دو أيسا حكومة أسكالها مركا أرين تاسي أيضا أي وقت ده كنت قاتي أيامنا كوات كيستان إلا وإلا إلا فرق حكومتنا يبرئ من استر بجامين إن الشجاعات نيسنا هو شاس أو أطال حكومة نيسنا هاي ثالا جدنا نيسنا كقولي خرنا أيسنا أودعين إن لا فرق مداله هي كهوري ثانو نيجي فرتان كيا لو أيسنا حكومة شاكل هاي أرين قاس يا هم تدا فرها بدن كيا ناي ستة سوا حلا سوق ده أو برئ من استر بروقات أو موجية وبرئ مكتان عاو سديد دماغنا فريسنا أما لو أستعص اللو يغان حتى أنا وحي مريسا ساعد أدوه سد هذه بنيمو أما سغال ساعد بنيمو وساعد ديرو إلا تدوى ساعد وضح إن كاسينا وحا على سوديه إن لغتنا اليوم إن مدشا سوريتان كيدو أوسن هور حكومة دولار بأيسان أحي لكن حكومة دو إدياد أطاهي وحي كسابسا أمني دور شوينك دور شوينك إن لقبته وحي عاوها أغا أهدن إيو حكومة دو واجبات كيدو إن إدياد أطاهي سيدة أبتهين دورشادة قبشادة هذا حكومة وحواية وحيابها أي كدر يسو مرتبين تأيسين يسو حتى قرر الله سعطة أمري منيستر كل أنه مري حسب الله تاغن مدحوينا حسب الله غاركو إنه مري إن لبيني باللابات إنه جعلاء إنه سفر وقال هيا شيء باللابشادة دورشادة يوحكا قبط كده دواه هول أن حكومة هنتي أي سرعة قطقوة هاي قوم هلك لقع القردين يو كاسنا وحن في ليادات كصوماليات بلدهان آدي آدي أغني انتا وحا دير باقي برامي نسو بجيري اولا هدلا كفر مين ولي واسيديسي
gogosha waa fidsan tahay wada hadal siyaasadeedna sidiisa hal maalin uma goyn karo wareegyo badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan buu u baahan yahay xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay u dulqaadato loo sal adeego waqti la siiyo wixii wareeg lagu xalli waayo wareegyo kale loo gudbo ayay diyaar u tahay ma aaminsana annagu in wada hadalku sidaa ku xirmay waxaan aaminsannahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sida siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax hal habeen ka laysu yimaado isla habeenka la go-aamin karo mar kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabeeda furan yihiin wadahadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii laysku gefe la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan ee oo weli aan la bislayn la bislayn karo ayaan ku baaqaynaa bulshada soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wadahadalka iyo baaqa bareen ministerka iyo dowladda guud ahaan iyo wadahadal ku diirsatayn waxaan mar kale ugu baaqaynaa in ay cid alla ciddii wadahadalka ka muujisa carajiid inay culay soo saaraan lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaawaaye waxaan ku soo celinaynaa wadahadalka iyo baaqa nabadda ee bareen ministerka hogaaminayo inuu sidiisi yahay habeen iyo maalin aanu dhafrayno gacmaheenu furan yihiin wax kasta oo danta soomaaliyeed ku jirtana si wadahadal ah si degan ismaqal laab furan iyo qalbi furan iyo maskax furan inaan ku soo dhaweynayno aad iyo aad u mahadsantihiin